نحن نتابع في هذه الصور، اسمح لي أن أنوه لهذه الصور التي نرى فيها حالة الهلع لدى المواطنين جراء سماعهم لإطلاق كثيف للنار. أجري يا أخرس قريبكم فوق خليها تكتم يا أجري يا كلب، أجري يا كلب، كلب ذات قلب فوق يا جماعة خليها تكتم يا كلب، الناس تجري خليها تكتم تفهم علاقة صغيرة مطر وسعي لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.